إن شاء الله سوف أريكم توقعاتي للحركة المقبلة في الذهب لمن كان يتداول الذهب. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو الرابط أسفل في الوصف ستجدونه. وهذه القناة نضع بها يعني آخر عروضنا وآخر عرض ودورتين بسعر دورة واحدة دائما، تحليل موجو البرايس أكشن، نضع فيها كذلك آراء المستفيدين من دوراتنا التدريبية صوت وصورة، نضع صفقاتهم حتى تروا يعني طريقة تعليمنا قوة دورتنا التدريبية الحمد لله. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع beeprowavetrader.com وقوموا بتحميل الدليل الأساسي للشمال اليابانية، فقط اضغط على يبدأ الآن مجانا، هدوكي أدي كتب، اضغط على يبدأ الآن مجانا وقم بتحميل الكتاب، واذهبوا إلى المدونة إذا أردتم أن تقرأوا. يعني أعرف أن هناك ناس يحبون القراءة، تقرأوا بعض المقالات الموجودة في الموقع. طيب الذهب، لنرى الذهب لأنني أرى أن هناك تغيير في بنية الذهب. لاحظوا معي، الذهب كنت أتوقع أن الذهب سيزور هذا القاع، يعني كنت أتوقع أن الذهب سيزور هذا القاع، وعندما أعطانا على فريم 4 ساعات أعطانا هذا النطاق، قلت هذا للبيع للبيع للبيع، وفجأة قلت أوكي ربما يعطيني هذا النموذج الذي هو رانين فلات للنزول. متى أبحث عن البيع؟ إذا تذكرتم نزلت إلى فريم الساعة وقلت إذا أعطاني موجة دافعة، ثم تصحيح وكسر هذا التصحيح بقوة، يمكن البحث عن البيع، أليس كذلك؟ هذا الشيء لم يقع، ولكن عوض ذلك ما الذي وقع؟ صعد السعر بقوة، بالتالي هنا أنا أرى أن هناك تغيير في البنية، أرى أن هذا أعطانا رنين فلات، هنا يسمى رنين فلات، وبما انه تم كسر هذا الترند لاين الذي هو ترند لاين صحيح. لاحظوا معي ان سأضع الترند لاين هنا، كسر هذا الترند لاين، صحيح وصحح فوقه وكسر هذه القمة، وصحح فوقها، بالتالي هذا الذهب اتوقع الان انه ربما في صعود. لاحظوا هذا الريجولار فلات، يعني فرصة جيدة ربما ارى للصعود لكسر هذه القمة اولا التي هي مستوى 1834، هذه قمة أولى. وإذا كان هذا، إذا كانت هذه هي الموجة الأولى الدافعة وكان هذا هو التصحيح، فقد يصعد أكثر وأكثر وأكثر، ربما لكسر هذه القمة، هنا، ربما لكسر هذه القمة التي هي إذا المستويات المهمة بالنسبة لي أنا هي 1915، هذا مستوى مهم، ومستوى 1834 هذه مستويات مهمة ومهمة جدا إذا كانت هذه هي أول موجة دافعة، لأن هذا النموذج هنا أرى أن هذه أن لاحظوا قد يكون هذا تصحيحا للنزول أكثر ثم الصعود إلى هذه المنطقة ثم العودة، لأن هذا قد يكون تصحيحا لهذه الموجة. فانتبهوا، للذهاب. لكن الآن أتوقع أن هناك ربما تغيير في البنية على المدى القصير، والناس التي تتداول الذهب أرى أن هناك فرص جيدة لمن كانت لديه استراتيجيات للدخول في الذهب. كما قلت لدي مستويات، المستوى الأول هو مستوى 1834، والمستوى الثاني الذي قد يصل إليه الذهب هو مستوى 1916 إذا كانت لديكم استراتيجيات للدخول في الذهب. ولاحظوا هنا، لاحظوا هذه الموجة الأخيرة بها تزايد في الزخم، بالتالي يعني كنت فقط أنتظر أن يكتب إلى هذا التصحيح للبحث عن الشراء، ولكن أظن أنه إذا كان هذا هو التصحيح وهذه الموجة الأولى للتصحيح، يعني هذه الحركة يعني هو هذا، أتوقع أن هذا تصحيح لكنه لم يكتمل بالنسبة لي أنا، لازال لم يكتمل. لو كان قد اكتمل كان سيعطيني تصحيحا هنا للصعود. هذا النزول إلى هذه المنطقة قال لي بأن البائعين أقوياء كذلك، وربما قد يكون هذا فقط تصحيح للنزول لمرة أخيرة قبل الصعود ليكون نموذج أكبر. لكن لنقل على المدى المتوسط والقريب هناك صعود، ربما أتوقع هناك صعود، أتوقع قد نخطئ، ولكن أتوقع أن هناك صعود على الأقل. ولاحظوا هذا النموذج ريجولار فلات، لاحظوا هنا كذلك كان هذا الرنين فلات، ولكن هذا الرنين فلات يعني لا يمكنك أن تتوقع أنه للصعود لأن كنا في هذه المنطقة، فبالتالي ربما كما قلت أتوقع صعود الذهب على الأقل إلى هذا المستوى كهدف أول
ثم مستوى ثاني الذي هو 1916 كهدف ثاني. أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، هذا هو تحليلي للذهاب. لا تنسوا استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة، مهم جدا، ستمكنكم من قراءة الشارت بطريقة جد مختلفة، ستتضح لكم الصورة، وعلى الأقل ستبتعدون عن الصفقات السيئة وتدخلون في الصفقات الجيدة. ليست هناك استراتيجية تربح 100%، ولكن على الأقل إذا ابتعدت عن الصفقات السيئة وحققت 50% من الصفقات الجيدة ستكون في الجانب الرابح إن شاء الله. إذا هذا هو تحليل الذهب. اشتركوا في القناة، ادعمونا أصدقائي، ادعمونا لتصل القناة إلى أكبر عدد ممكن من الناس، فجروا اللايكات، وأدعوكم إلى الاشتراك في دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن واستغلال العرض دورتين بسعر دورة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله أخوي سام. السلام عليكم متتبعي قناة العلم لا يعرف الكذب. إذا في هذا الفيديو سأشارككم تجربتي الشخصية بعد متابعتي لدورة التحليل الموجي. إذا قبل كل شيء أشكرك يا أخوي سام على هذه الدورة الرائعة وعلى النصائح والفيديوهات التي تقدمها لنا مجانا على اليوتيوب. إذا فهذه الدورة شخصيا وفرت لي الوقت، ويعني تعلمت فيها ليس فقط التحليل الموجي، وإنما المنطق وراء الشارت، المنطق وراء يعني ما يحدث في السوق. يعني حقيقة يعني هذه يعني من إحدى مميزات الأخ وسام في شرحه ويعني تبسيطه لإيصال هذه المعلومة. وشكرا كثيرا، والله شاهد، يعني والله دورة تغير حياة فعلا، وأنصحكم بها وأنصحكم بدورة البلايس أكشن القادمة. والسلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك ألف عافية أخي وسام. أنا حابب أتشكرك كتير على دورة التحليل الموجي. بالحقيقة هي دورة كتير مفيدة وكتير مهمة، وأي واحد بيشتغل بعالم الفوركس أو البورصات بشكل عام لازم يطلع عليها. الحقيقة أنا لسه خلصت منها بس أول 6 دروس، بس فعلا كان فيها مع كم معلومات كبير، ومشروح بطريقة سهلة ومبسطة ومفهومة للجميع. فشكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ وسام وجميع الأعضاء الموجودين معنا في الجروب. شهادة حق أبغى أدلي بها إنه ما شاء الله تبارك الله، أنا التحقت بالدورة تبع الأستاذ وسام اللي حاليا عليه عرض ولا زال عليه عرض، واستفدت ما شاء الله. يعني لسه انا ما تابعت الا الفيديوهات البدائيه تبع البرايس اكشن، وباقي ما دخلت ولا فيديو واحد تبع دوره موجات اليوت. وما شاء الله تبارك الله، انا اول صفقه دخلتها امس في اشرس زوج، وهو زوج الذهب، وما شاء الله امامكم الارباح من اول صفقه، يعني اول صفقه ما بعد كتجربه يعني، وسوف اريكم اياها. هذه هي او اني نعم لحظة بس اذا ممكن تشوفون الارباح هذه وهذا الشاشة. تمام، فما شاء الله تبارك الله اول صفقة في الربح، وقريبة من تقريبا يعني حققت ما يقارب 65 او 70% من الهدف، وهي يعني صوب الهدف إن شاء الله، وراح تحقق من مبلغ تجريبي $1000 حاليا صدقة في ربح $135. أنا أقترح على جميع الأخوان اللي يرغبون بدخول السوق ويبحثون عن دورات، يعني دورة فعلا مهمة ومفيدة جدا، وحاليا عليه عرض ما راح تلاقون مثله العرض، اللي هي دورة بسعر، اللي هي دورتين بسعر دورة واحدة. وكل التوفيق ونجاح لكم، وشكرا جزيلا لأخ وسام، واتمنى انك دائما تكون يعني سند لنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذا السوق، وجزاك الله خير. اخي وسام، حبيت ارسل لك الفيديو واتشكرك للمعلومات الثمينه اللي وفرت لنا اياها بالفيديو بمجموعه التحليل الموجي، اختراعك وابتكارك ما شاء الله عليك يا أخي. أصعب إشي بالتداول اللي هو التحليل الموجي هذا،
فعلا يعني قبل ما تعرفت عليك كنت من 95% الأغبياء المتداولين، والحمد لله يعني بإرادة ربنا وبالكورسات اللي وفرت لنا إياها إن شاء الله يعني عم بترك 95 وعم باجي لل 5% المتداولين الأذكياء. أهم شيء بالكورسات تاعتك يا أخي، وهذا هو الإشي اللي إحنا اللي نتداول ننساه، اللي هو المنطق. كيف البيج بوي أو كيف أصحاب النفوذ بالسوق، صناع السوق، كيف بيفكروا؟ لما نعرف كيف بيفكروا حنعرف كيف نتداول معهم. يا أخي نتشكرك مرة تانية على المعلومات اللي وفرت لنا إياها، ونتمنى دائما نسمع منك اختراعات أو اكتشافات جديدة بالسوق عشان نكون يعني من المتداولين الناجحين ونسوي أرباح. هلأ صدقا بالأسبوعين اللي فاتوا مع تحرك السوق سويت أرباح متواضعة الحمد لله، يعني صرنا ندخل بالتريد ومتوقعين تقريبا يعني 70% شو رح يصير. كنا من أول ندخل بالتريد 50% هيك 50% هيك، الحمد لله هلأ صار 70%. نظرتنا لاتجاه السوق صح. نشكرك يا أخوي وسام، والله يخليك لإلنا وللمجموعة الحلوة اللي عملت لنا إياها. سلام.